ده هيكون شرح اللي هو البوك مارك والكروس ريفرنس والديفلوبر والماكرو، والباقي هيبقى اللي هو الاستفسارات اللي جات لي من الناس. تمام، الناس يعني تركز معايا كده، وعشان النهارده ان شاء الله محاضره مهمه جدا. اول حاجه لو دخلت على تاب فايل، في حاجه تحت اسمها فيدباك. ايه فيدباك؟ يعني خلفيه. لو انا عايز ابعت لشركه مايكروسوفت اقول له والله انا مبسوط، او انا حبيت النسخه في استعمال، لا انا مش حابب النسخه، لا انا عايز ارسل لك اقتراح، فهي دي مش هتفيدني اصلا. مجرد ان انا بس بودي اقتراحي او ببعت لايميل مايكروسوفت او ببعت لشركه مايكروسوفت اقول لهم رايي عن مايكروسوفت وورد. هنا في حاجه اسمها اوبشن. تمام، اوبشن. لو جينا بصينا على التاب الثاني اسمه ديسبلاي، هتلاقوا فيه هنا بيقول لك الاي بي سي دي، لو عايز اخفيها، لو عايز اخفي حاجه اسمها بي سي بخفيها، الهيدن تكست اخفي نص. دي مجرد حاجات يعني مش هتفيدني في حاجه. اللي تحت البرينتنج اوبشن اللي هو خاصه باعدادات الطباعه، واحنا درسنا اعدادات الطباعه بالتفصيل. بعد كده لو جينا على اخدنا تاب سيف واخدنا اللانجوج، هنا في حاجه اسمها كاستمايز ريبون. كاستمايز ريبون الخاصه بالتبويبات اللي موجوده عندي في فوق اللي هو شريط القوائم، كل اللي متعلم عليه صح هو موجود عندي. انا عايز اضيف قائمه اسمها ديفلوبر، بعلم على علامه الصح دي وبدوس اوكي، ظهرت عندي في الاخر. لو دوست كمان فايل اوبشن كاستمايز ريبون، اعلم على حاجه اسمها درو. هنا درو مش موجوده عندي، درو مش موجوده عندي في 2000، انا شغال ب 2016، كنت شغال بالمحاضره اللي فاتت كانت 2019. هتلاقوا كتاب اسمها درو احنا شرحناها المره اللي فاتت. تمام، ده بالنسبه للكستمايز ريبون. انا ضفت التابه من فوق اسمها ديفلوبر، تاب اسمها ديفلوبر. اما الاد اي ان اس دي خاصه بلغات البرمجه اللي استعملها في مايكروسوفت، اتش تي اكس ام ال وحاجات تانية، دي كلها خاصة بالتحكم في مايكروسوفت اوفيس. دي برضو لو انا محتاج لمساعدة، يعني انا في مشكلة حصلت معايا فمحتاج مساعدة من مايكروسوفت. الناس هتلاحظ في حاجة في الاخر اسمها هيلب، زي ما قلنا الهيلب منيها ببعت فيدباك. هنا مثلا هيلب المساعدة، لو عايز ادعم لي اللودنج تحميل، عايز ابحث كمثال مثلا على تيبل، هو بيشرح لي هنا التيبل، بيشرح لي تيبل بيعمل ايه والكلام ده. طب لو جيت التيبل اوف كونتين، انا برضو بيشرحه لي. لو عايز اشوف حاجات اكتر، قلنا احنا في قائمه انسيرت في حاجه اسمها البوك مارك. البوك مارك ايه هي البوك مارك؟ لو جيت فتحت حاجه زي كده، وجيت مثلا قلت انا عايز احط الكلمه دي الكميه المعروضه في بوك مارك، بعلم عليها البوك مارك اللي هي الاشاره المرجعيه. الاشاره المرجعيه هي برضو نفس استعمال قلنا الهايبر لينك، نفس استعمال الهايبر لينك، بعلم عليها، بروح على قائمة انسر، بختار حاجة اسمها البوك مارك، بكتب انا اسم البوك مارك اللي انا عايز اخليه. مثلا لو عايز اخليه الكمية المعروضة هخليه الكمية فقط، مش هضيف حاجة، عايز اخليه الكمية المعروضة، ماشي اللي يريح. بعد كده بدوس اد، بدوس اد، هو كده ده اتضاف ليا كبوك مارك. تمام، لو جيت تاني على البوك مارك هتلاقيه متضاف عندك من تحت اللي هو الكمية. عايز اعمل له احذفه، اعمل له ديليت. طب انا هاجي على كلمة اسمها عناصر الانتاج، واروح على بوك مارك واسميها مثلا الانتاج، وادوس اد. كده انا ضفت اتنين للبوك مارك. لو رحت على البوك مارك هلاقي الاتنين موجودين عندي هم،
عايز اروح على اي واحده فيهم بدوس على حاجه اسمها الجو تو. ادي راح لي عند عمل لي تظليل بسيط على اللي هو الحاجه اللي انا عايز اروح عندها. يعني لو عايز اميز كلمه عن الثانيه رحت عند الكميه دوست جو تو فراح لي عند الكميه المعروضه. استخدامها الثاني ممكن برضه ادور على الفايند. في حاجه اسمها الجو تو في الفايند ناحيه اليسار في حاجه اسمها بوك مارك. هختار البوك مارك بعد كده الانتر بوك مارك نيم. هدخل هنا اسم البوك مارك. ادي عندي الانتاج المفروض يكون ظاهر معايا الاسم اللي هو الكميه. لو دوست جو تو هيذهب لك ليها. تمام نفس اللي هو لو عملت هنا بوك مارك واخترت انا حذفت هنا الكميه عشان كده مش موجوده معايا. فده اول استعمال للبوك مارك. اول استعمال للبوك مارك انا بحدد على الحاجه اللي عايز اعمل لها بوك مارك. يعني بعمل لها زي اشاره مرجعيه حاجه تسهل لي البحث عنها كلمه مميزه داخل المستند. كده الصوت واضح؟ طيب الصوت كويس كده؟ الصوت كويس كده؟ نفس قول لي عشان لو المشكله عندي احاول اصلحها. تمام طيب هشرح بس البوك مارك والكروس ريفرنس واللي عنده اي سؤال يسالوني. تمام زي ما قلنا البوك مارك من اسمها اشاره مرجعيه. اشاره مرجعيه او بمعنى صح كلمه مميزه داخل المستند. يعني انا جيت هنا كتبت اسم البوك مارك اللي انا عايزه علمت اول حاجه بعلم على الحاجه اللي عايز اعمل لها بوك مارك اشاره مرجعيه. وبعد كده بدوس عليها هنا وادوس على كلمه اد. بدوس على اضافه. يعني بعد ما كتبت الاسم هنا اللي انا عايزه ادوس على اد اضافه. طيب انا كتبته وخلصت وعايز اروح لها وعايز اشوف البوك مارك اللي عندي بعمل ايه؟ بفتح تاني البوك مارك وبروح على حاجه اسمها هتلاقي عندي تحت في التيبل الابيض دي كل البوك مارك اللي انا عملته. بحدد البوك مارك اللي انا عايز اوصل له وادوس على حاجه اسمها الجو تو. الجو تو اصلا واقف عليها اهو وقفت في مكان تاني ودوست بوك مارك ودوست جو تو فهو راح لي على عناصر الانتاج. زي ما قلنا في الهوم برضو لو عايز ابحث عنها فايند جو تو في حاجه اسمها بوك مارك بختار من هنا القائمه من القائمه اللي ظهرت عندي كلمه الانتاج دي اسمها قائمه منسدله. اسمها قائمه منسدله. تمام الاستعمال الثاني ليها انا عملت لها بوك مارك وكل حاجه فاروح على حاجه اسمها انسيرت بعد كده اللينك. هدوس على اللينك. في حاجه ناحيه اليمين اسمها البوك مارك. البوك مارك بدوس عليها فادي ظهر عندي قلنا اول حاجه هنستعمل حاجه اسمها البوك مارك والكروس ريفرنس. البوك مارك اللي هو الاشاره المرجعيه. ايه معنى الاشاره المرجعيه؟ معناها انا مثلا لو وقفت عند كلمه معينه مثلا زي قابليه السلعه ورحت دوست على بوك مارك ودوست عايز اسميها كلمه السلعه السلعه دوست اد معنى كده ان انا ضفت لكلمه قابليه السلعه بوك مارك. لو رحت على بوك مارك تاني فكده ظهرت عندي كلمتين الانتاج والسلعه. رحت مثلا عند كلمه اسمها منحنى الطلب ادوس على بوك مارك واكتب هنا مثلا منحنى الطلب دوست منحنى ودوست اد. كده انا عندي ثلاثة بوك مارك. ثلاثة بوك مارك. لو عايز اذهب لاي واحدة فيهم لو دوست على الانتاج ودوست جو تو فكده راح لي على الكلمة اللي معلم عليها اللي هي عناصر الانتاج. دوست على الكلمة التانية ورحت دوست جو تو فراح لي على الكلمة اللي هي قابلية السلعة.
رحت على كلمة المنحنى ودست Go To فراح لي على الكلمة الثالثة اللي أنا محددها، عايز أحذفها من كلمة Delete، عايز أضيف من كلمة Add. من قائمة هوم لو رحت على Find واخترت كلمة اسمها Go To، أختار من Go To واضح أختار حاجة اسمها Bookmark. لو اخترت السهم دي هلاقي ظهر عندي ثلاث حاجات، لو اخترت السلعة ودست Go To فهو كده راح لي للسلعة. فده أول استخدام للبوك مارك لو عايز أعمل إشارة على كلمة معينة في المستند أو كلمة ميزها عن كلمة. مثلا لو دست على كلمة اذهب إلى، مثلا اذهب إلى منحنى الطلب، رحت حددت كلمة منحنى الطلب ورحت على insert واخترت link واختار من ناحية اليمين حاجة اسمها البوك مارك واختار اللي هو كلمة منحنى من القيم اللي ظهرت عندي اللي هي select place in document، هدوس اوكي وبدوس هنا اوكي. لو دوس قال لك ايه control زائد click to follow link، هدوس على control من الكيبورد وادوس على كلمة click شمال على كلمة منحنى الطلب فوداني عند كلمة منحنى الطلب. كده انا عملت ليها هايبر لينك. ده بالنسبة للبوك مارك. اما بالنسبة للكروس ريفرنس، تمام. اخر نقطة تاني هنعملها ان انا لو مثلا ادي اهو كنترول زد، انا جيت كتبت هنا اذهب الى منحنى الطلب، رحت جيت حددت كلمة منحنى الطلب عايز احط لها لينك من انسيرت وادوس على كلمة لينك واختار حاجة من ناحية اليمين حاجة اسمها البوك مارك. في البوك مارك ظهرت عندي كذا اختيار فاختار كلمة مثلا منحنى وادوس اوكي، بعد كده بدوس اوكي فده ظهرت لي كلمة منحنى مثلا. يقول لك اضغط كنترول وكليك عليها، ادي كنترول وكليك شمال ودتني على كلمة منحنى، ودتني على كلمة منحنى. في مشكلة في الصوت، في مشكلة في الصوت. طب لحظات كده خليكم معايا. تاني احنا قلنا عشان نعمل بوك مارك لو وقفت على اي مكان مثلا اسعار السلع الاخرى ورحت دوست بوك مارك اشارة مرجعية ورحت كتبت هنا كلمة مثلا السلع ودوست على كده انا ضفته كبوك مارك. لو رحت على بوك مارك تاني كده كل البوك مارك اللي هو ظاهر عندي، عايز اروح لاي واحدة فيهم ادوس عليها وادوس على جو تو فبيروح لي عليها، بيعمل لي تظليل عليها، بيعمل لي تظليل عليها. طيب من قائمة هوم تاني لما اجي ابحث من فايند لو اخترت كلمة جو تو رحت اخترت هنا البوك مارك، لو دوست على السهم هيظهر عندي كل البوك مارك اللي عندي، لو دوست على كلمة منحنى وكلمة جو تو هيروح لي عليها. الاستعمال التاني اللي قلنا عليه مثلا هنا كلمة اذهب الى السوق مثلا، رحت حددت كلمة السوق ورحت على insert واخترت كلمة link، من ناحية اليمين اختار كلمة اسمها البوك مارك واحدد هنا مثلا كلمة ايه السوق، اختار اي حاجة انا عايز اوصل لها مثلا السلع، دست اوكي لو دست هنا اوكي، فلو دست على كنترول وكليك عليها هيوديني على الكلمة اللي انا عايزها اللي هي اسعار السلع الاخرى. كده استعمالين للبوك مارك. دي بالنسبة للبوكمارك. دي حاجة اسمها الكروس ريفرنس اللي هو الاسناد الترافقي، دي عبارة عن اضافة علامة مرجعية داخل المستند بطريقة ديناميكية، هي اضافة علامة مرجعية داخل المستند بطريقة ديناميكية. هنعرفها ازاي؟
يعني كمثال مثلا، أقرب مثال، لو جيت وقفت هنا وقلت هنا أي كلمة، مش لازم الكلمة اللي أنا بكتبها دي، اذهب إلى وروح تختار كروس ريفرنس. فأول حاجة في حاجة اسمها ريفرنس تايب، نوع المرجع إيه؟ أختار مثلا هيدنج. هيدنج أنا مش ظاهر عندي هيدنج هنا. طيب بوك مارك، أدي ظاهر عندي بوك مارك كتير. اخترت أي واحدة فيهم، انسرت ريفرنس تو. انت عايز تبحث كتكست نص ولا باراجراف نمبر؟ لا انا عايز ابحث كتكست، او دوست انسرت. فهو اهو علم لي على اسعار السلع الاخرى. لو دوست كليك ورحت دوست عليها، دوست كليك ودوست عليها ودينا عندها بالظبط. يقبل، هي نفس البوك مارك، بس الاختلاف عنها ان انا في الكروس ريفرنس هنا بحدد اول حاجه الريفرنس تايب، نوع الريفرنس. لو عندي هيدنج بختار الهيدنج، هيظهر لي كل الهيدنج اللي تحت. لو عندي فوت نوت هيظهر لي كل الفوت نوت. لو عندي مثلا نمبر ايتم اهي، اخترت مثلا قانون الطلب، رحت هنا اخترت، لا انا عايز اوصل لايه قانون الطلب دي، ليه هنا مش ظاهر كلمة تكست؟ لأن أنا عاملها نمبرد أرقام. فلو دوست على البيج نمبر ودوست انسيرت، فلو جيت هنا دوست على كنترول ودوست على الرقم عندي، هيوديني الصفحة رقم 3، هيوديني الصفحة رقم 3. يبقى هي نفس البوك مارك، بس الاختلاف عنها إن أنا بحدد من هنا مثلا النوع الريفرنس المرجع، سواء الهيدنج او البوك مارك، اشوف انا النوع اللي انا عايز اوصل له. فانا عايز الانسيرت يعمل لي ادراج للريفرنس دي كايه، كنص ولا بيج نمبر ولا كبيج باراجراف نمبر، ولا عايزه كايه بالظبط. لو اخترت البوك تكست ودوست اوكي، دوست على انسيرت ورحت دوست كليك عليها، هيوديني على المكان اللي انا اخترته. نفس الكلام لو عايزها كارقام مثلا، ادي بوك مارك، اختار من هنا حاجه اسمها البيج نمبر وادوس على اوكي، فادرج لي رقم 10. لو دوست كليك ودوست على رقم 10 كليك، اللي هو كنترول وكليك، هيوديني الصفحه رقم 10. وانا اصلا واقف في الصفحه رقم 10. هو انا اصلا واقف في الصفحه رقم 10. تمام كده عرفنا الفرق ما بين البوك مارك والريفرنس، الفرق ما بين البوك مارك والريفرنس. في حاجة تالتة اسمها الماكرو. الماكرو من قائمة فيو، هروح على حاجة اسمها ماكرو. ظهر عندي اختيارين، يا اما ريكورد ماكرو يا اما فيو ماكرو. لو دوست فيو ماكرو هنا هيظهر لي كل الماكرو اللي عنده، اللي موجودة عندي، اللي انا عملتها في المستند، بس انا ما عنديش ماكرو. ادوس على حاجه اسمها ريكورد مايكرو. بعد كده هنا بسمي المايكرو اللي انا عايزه، اسميه مثلا تكست، اي اسم، اي اسم انا عايز اسميه بسميه بيه تكست. بختار مثلا كيبورد، كيبورد لو عايز اعمل اختصار بالكيبورد اكتب هنا الاختصار. انا عايز لما ادوس على الاختصار مثلا اف 8 يوديني يعمل لي الماكرو بتاعي. فانا هنا بريس نيو شورت كات، هنا بضيف اختصار للماكرو، بدوس على الساين يعني تعيين، وادوس كلوز. بعد كده ادوس على ماكرو تاني، شايفين العلامه ظهرت للناس دي، علامه المربع اللي تحت السهم دي، المربع اللي جواه وش ظهر للناس اهي العلامه دي. معنى كده ان هو يبتدي يسجل لي المايكرو، يعني أي حاجة ابتدي أكتبها، أي حاجة ابتدي أكتبها مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رحت حددت عليها، اديت لها لون، اديت لها حطيتها فيها خط، عملتها إمالة، تمام. فهو لحد الآن بيسجل المايكرو. يعني لو جيت دوست على المايكرو، يا اما ستوب ريكوردينج عايز توقف المايكرو، يا اما تعمل بس ايقاف
للحظات معينه. انا كده اعتبر خلاص نصحته، عايز اعمل له ايه؟ عايز احفظ المايكرو ده، فبدوس على حاجه اسمها ستوب ريكوردينج. دوست على ستوب ريكورد، رحت قفلت المستند وقلت سيف. عايز افتح المستند تاني، لو جيت على قائمة فيو واخترت فيو ماكرو فظهر عندي المايكرو اهو، المايكرو باسم تكست ده اسم المايكرو. حلو. فرضا انا عايز مثلا اجي عند هنا واضيف المايكرو اللي انا عملته، بدوس على ماكرو وبدوس على الفيو مايكرو، كلمة تكست دي بدوس على حاجة اسمها الرام. طبعا الاي مش رام، بس هدوس انت هدف هنا. انتوا فاكرين الاختصار اللي عملناها كانت اف 8، دوست اف 8 دخل ايه في مشكلة حصلت عندي. المايكرو يعتبر قريب من حاجه اسمها فورمات بنتر، يعني لو عايز اعمل نفس التنسيق او انا عملت شغل وعايز احفظ الشغل ده بحيث ان انا مش كل شيء هقعد اعمله تاني، بشتغل بالمايكرو بحيث ان انا لو فتحت المستند بعد كده، لان بالنسبه لفورمات بنتر لو استعملته رحت قفلت المستند وشغلت المستند تاني او فتحته تاني كل اللي انا عملته في فورمات بنتر مش هيكون متفاعل معاه، اما المايكرو بيحفظها لي هنا تلقائي عندي. دوس فيو مايكرو، او لو عايز اعمل ريكورد مايكرو جديد واسميه مثلا السوق وادوس على الكيبورد. المشكلة في المستند، رحت على قائمة فيو واخترت ماكرو، اخترت ريكورد مايكرو، عايز ابتدي اسجل ماكرو جديد، فهنا هكتب اسم مثلا حاجة اسمها المحاسبة، ده اسم المايكرو. عايز احط له اختصار من الكيبورد أنا في مشكلة عندي حصلت في الوورد. تمام. أنا هنا في المايكرو، في المايكرو نيم ريكورد مايكرو اهو، أسيب المايكرو زي ما هو وأروح على كيبورد. في كلمة هنا اسمها بريس نيو شورت كات كي، يعني هنا انا لو عايز في مفتاح معين في الكيبورد عايز لو دوست عليه يجيب لي المايكرو بتاعي، مثلا دوست كنترول
تمام، ادي رحت على المايكرو، اختار حاجه اسمها ريكورد مايكرو، ماشي مايكرو 1، ودوست على كيبورد. هنا هكتب الاختصاره، لو مثلا لو دوست على تمام، هدوس على ريكورد مايك، اختار الكيبورد، اجي هنا وفي مشكلة في لوحة المفاتيح عندي. لو كتبت الاختصارة دي وجيت كتبت الاختصارة دي، رحت دوست اساين يعني تعيين، ودوست كلوز، وجيت وقفت على المايكرو، فتحت عندي حاجة اسمها ستوب ريكوردينج وفيوس ريكوردينج. هبتدي مثلا اكتب اللي انا عايزه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنسقها زي ما انا عايز، عليك الموز، اكبر الخط، شوف انا التنسيقات اللي انا عايزها زي ما انا عايز، اهو اهو انا عايزها كده. ولو جيت على الفيو ودوست على ستوب ريكوردينج، رحت قفلت المستند ده وعملت له دونت سيف دونت سيف، وجيت فتحت مستند تاني زي ده، ورحت على كلمة مايكرو واخترت فيو مايكرو، أنا متسجل عندي مايكرو 1، دوست ران، شايفين اللي ظهر عندي؟ طبق لي التنسيق اللي أنا عملته على الجزء اللي أنا محدده، أنا حددت المستند كله. فطبق لي اللي انا عملته على المستند بالكامل، دونت سيف. وايه اهميه المايكرو؟ اهميه المايكرو لو انا جيت مثلا هنا، جيت فتحت المستند تاني، تمام، كتبت في المستند كلمه زي رانت، ادي ظهر معايا الكلام ده. جيت رحت على قائمة فيو وعايز أسجل ماكرو، دست على ريكورد ماكرو، أدي هنا ماكرو رقم 2، ودست على الكيبورد عايز أحط اختصارة من الكيبورد، بكتب الاختصارة بحيث أنا لو دست على لو كتبت الكلمة دي أو دست على اختصارة معينة، أول ما أدوس عليها على طول أول ما أفتح المستند يشتغل معايا الماكرو. أدوس على حاجة اسمها أساين، ندوس على حاجة اسمها أساين يعني تعيين، وأدوس على كلوز. بعد كده أختار أبتدي أكتب اللي أنا عايزه كماكرو، أكتب مثلا هذا، أنا كتبت الاسم دي، حاولت أظبطه زي ما أنا عايز، أهو اللون الأخضر خليته في النص، تمام. بعد كده انا خلصت، خلاص خلصت، بروح على فيو، بوقف المايكرو اللي انا اشتغلت، بدوس ستوب. لما اجي اقفل المستند اعمل دونت سيف وليس سيف، دونت سيف. لو جيت هنا فتحت مستند جديد ودوست الاختصاره من الكيبورد، الاختصاره اللي احنا حطيناها هتعمل معايا، لو رحت على كلمه مايكرو ودوست فيو مايكرو اخترت مايكرو رقم 2 ودوست ران، فكده عمل لي المايكرو اللي انا عملته، المايكرو اللي انا عملته. هو بس انا كان عندي مشكله في الكيبورد، تمام، بخطوات المايكرو، بروح اول حاجه على المايكرو بدوس على حاجه اسمها ريكورد مايكرو، ولو عايز احط له اختصاره من الكيبورد احط، لو مش عايز برضو ده حاجه ترجع لي. تكتب هنا من البريس نيو شورت كات، تكتب هنا الاختصاره وادوس على الساين اللي هو تعيين وادوس كلوز. بعد ما بعمل الكلام ده هتلاقي ظهر عندي حاجه اسمها ستوب ريكوردينج ويوز ريكوردينج. هبتدي بقى ايه، اكتب كده، اكتب اللي انا عايزه مثلا ايا كان بكتبه،
حلو. بعد كده اروح على حاجه اسمها ستوب ريكوردنج. كده انا وقفت الماكرو خلاص، انا اللي عملته عملت ده وقفت. لما اجي اقفل المستند اعمل حاجه اسمها دونت سيف، دونت سيف. لو جيت افتحه تاني افتح اي مستند غيره او حتى المستند ده، ورحت على فيو ومن مايكرو اخترت حاجه اسمها عرض المايكرو، ظهر عندي المايكرو اللي انا عملته، اختار منهم مثلا رقم 3 وادوس على حاجه اسمها رن، فده ظهر عندي فوق، ظهر عندي فوق، معناها حاجه ثابته اشتغل عليها. يعني زي مثلا التوقيع، التوقيع ثابت، فانا ممكن اعمل توقيع ليا تمام واحفظه بالمايكرو. نفس استعمال فورمات بنتر، بس الفورمات بنتر بيشتغل على نفس المستند، لكن لو قفلت المستند وشغلته تاني مش هتشتغل معايا. لكن بالنسبه للمايكرو دي انا حاجه بسجلها اساسي داخل الوورد، بحيث انا لو فتحت الوورد في اي وقت تاني تكون موجوده معايا. تمام، دي بالنسبه للمايكرو، ان انا اسجل حاجه تكون مثلا حاجه ثابته لي او توقيع ثابت لي، بحيث ان انا لو دخلت على الوورد ورحت على فيو واخترت المايكرو دوست عرض المايكرو هيظهر عندي كل المايكرو اللي انا عملته. عايز احذفه من ديليت، اعمل ديليت. انا كده حذفت المايكرو اللي عندي، كده انا حذفت المايكرو اللي عندي. تمام، بيشمل بالظبط. هو انا ممكن، انا عايز اقول لكم حاجه، انا المايكرو ده بمجرد ان انا بدوس على قائمه فيو كده مايكرو، بعد كده ريكورد تمام، واحدد اللي انا عايزه، عايز احط اختصار هنا احط، مش عايز برضو اللي يريحني، دوست اساين ودوست رن. بمجرد ما هو جاب لك كلمه ستوب معناه ان هو شغال، المايكرو شغال. لو كتبت اي حاجه في المستند، اي حاجه كتبتها، عملت اي شغل في المستند، اي حاجه عملتها في المستند من تنسيقات من شغل ورحت، هو كده لحد الان شغال لسه بيسجل كل حاجه انت بتعملها. رحت على كده دوست قفلت المستند، ما نعملش سيف، لازم تقفل المستند، ما تعملش سيف، اعمل حاجه اسمها دونت سيف، دونت سيف. بعد كده لو دخلت تاني على المستند، لما تيجي تدخل تاني على المستند ورحت دوست على المايكرو وفيو مايكرو، هتلاقيه المايكرو هنا تسجل عندك، ودوس على كلمه ران كل اللي انت عملته هيظهر لك تاني. فكده بخصوص البوك مارك والكروس ريفرنس والمايكرو. قبل ما اكمل، في حاجه مش واضحه للناس في الثلاثه دول، في حاجه مش واضحه في الثلاثه دول، البوك مارك والكروس ريفرنس، البوك مارك والكروس ريفرنس، والحاجه الثالثه اللي هي المايكرو. على فكره المايكرو استعمالها خالص احنا فيها مش هنخلص منها، هي اصلا لغه برمجه. تمام، ففي سؤال بيجي ساعات في الامتحان الدولي بيقول لك لغه البرمجه المستخدمه في، هو المايكرو مش هيتلغي، هيفضل المايكرو لو دوست سيف المايكرو مش هيتلغي، هيفضل، بس الفكره نفسها لو جيت تطبقه هيظهر عندك الرساله اللي ظهرت عندي، نفس الرساله اللي ظهرت عندي، او بمعنى صح مش هيرضى يشتغل معاك، مش هيرضى يشتغل معاك. تمام، لو جيت فتحت هنا مثلا حاجه زي كده اساسيات الاقتصاد، تمام، وجيت وقفت هنا، وجيت وقفت هنا ورحت على قائمه اسمها انسيرت، في حاجه اسمها البوك مارك اللي هو اشاره مرجعيه. انا جيت علمت كلمه مثلا اسعار مختلفه ودوست على كلمة بوك مارك، فهو كده ظهر عندي كل البوك مارك اللي أنا عملته. عايز أشيل واحدة فيهم وأدوس على كلمة ديليت. جيت أنا مثلا عايز أخلي هنا كلمة اسمها أسعار، بمجرد ما أدوس على الكلمة، بمجرد ما أدوس على الكلمة دي تطلع على طول. تمام، لو رحت على البوك مارك رحت دوست على كلمة مثلا الإنتاج ودوست جو تو، هيروح لي على كلمة الإنتاج، هيعلمني على كلمة الإنتاج. رحت على كلمة السلعة ودوست آد وهيروح لي على السلعة، دوست جو تو. لو دوست على منحنى ودوست جو تو هيروح لي على كلمة منحنى.
برضو من هوم ممكن برضو من فايند ادوس على جو تو وادوس اختار من هنا حاجه اسمها بوك مارك، ومن السهم ده اختار اللي انا عايزه. دي معناها لو في علامه كلمه عايز اميزها في المستند، بحيث ان انا لو لما اجي ابحث عنها اروح الاقيها موجوده على طول، كلمه مميزه عايز اميزها داخل المستند من بوك مارك. الاستعمال الثاني مثلا ليها لو جيت حددتها ودوست على او حددت او جيت وقفت هنا ودوست على اللينك واخترت حاجه من هنا اسمها بوك مارك ودوست على الانتاج ودوست اوكي دوست اوكي، فبيعملها لك كايه كلينك. دوست كنترول ودوست على كلمه الانتاج كنترول انتاج، فراح لي عند كلمه الانتاج يعني من لينك، وبختار حاجه اسمها بوك مارك واقول له انا عايزك تروح لفين، شوف انت عايز تروح لفين، اختار دي مثلا ودوست اوكي ودوست اوكي. فلو دوست على كنترول وكليك عليها هيروح لي على الكلمه اللي انا محددها اللي هي اسعار مختلفه. اما الكروس ريفرنس برضه يعتبر شبيهه ليها، لو جيت وجبت هنا تمام رحت اخترت البوك مارك، فبيقول لي انت عايزه كتكست ولا بيج نمبر ولا باراجراف نمبر، اقول له مثلا تكست واختار الحاجه اللي عايز اروح لها، اخترت مثلا كلمه منحنى ودوست انسير. حلو، لو جيت وقفت عليها ودوست كليك هيروح لي على كلمه منحنى الطلب. طيب انا برضو نفس الكلام بس عايزه يروح لي على البيج نمبر، دوست انسير فبيكتب لك رقم الصفحه هنا، لو دوست كليك على ودوست على رقم 4 هيروح لي على الصفحه رقم 4 اللي هو انا اصلا واقف فيها اللي هو انا اصلا واقف فيها. على فكره الثلاث اشياء دي اللي هي اللينكس كلها زي بعض، دي كلها زي بعض، اللينك نفس استعمال البوك مارك نفس استعمال كروس ريفرنس، ممكن استعمل الاثنين استغنى عن الاثنين دول واستعمل اللينك، الثلاثه نفس الاستعمال، الثلاثه ما فيهمش اي اختلاف، ثلاثه واحد. الثلاثه لو عايز اعمل ايه بستعملهم، لو عايز اعمل هايبر لينك او لو عايز اعمل لينك داخل مستند بمجرد ما انا ادوس عليه يروح لي عليه على طول على الجزء ده. اما الحاجه الثالثه ممكن ملف اخر، ممكن اعمل ارتباط بملف اخر مفيش مشكله، ممكن اعمله في ملف اخر تمام، بس يكون على جهاز الكمبيوتر اللي عندك. بالنسبه زي ما قلنا الكروس ريفرنس برضه نفس الحكايه، هي بس مجرد ما انا احدد الريفرنس طيب نوع المرجع اللي انا عايزه بوك مارك ولا عايز ايه بالظبط ولا الهيدنج، وبعد كده بتختار من هنا التكست تختار النص اللي انت عايزه، لو مش عايز تكست عايز يروح لك على البيج نمبر بدوس على البيج نمبر وادوس انسيرت هتلاقيه ادرج لك رقم الصفحه، هتلاقيه ادرج معاك رقم الصفحه. طيب انا جيت وقفت هنا مثلا ودوست على كلمه لينك، طب يقول لي هنا يقول لي اللينك اللي عايز تحطه هنا في الادريس عايز تحطه من فين، اختار حاجه اسمها براوز فور فايل دوست عليها، اختار من الديسكتوب مثلا حاجه اسمها تكنيكال ريبورت ودوست اوكي عليها، فادرج لي اللينك هنا هدوس اوكي. مجرد ما انا بدوس كليك كنترول وكليك على ده فكده فتح لي تلقائي المستند اللي انا عملت له لينك، المستند اللي عملت له لينك، بس لابد ان يكون المستند ده داخل الجهاز، لازم المستند ده يكون داخل الجهاز. انا عايز اقول لكم برضه في السيشن اللي هناخده بتاع اللي هو السيشن التقارير الفنيه او البحث العلمي هناخد عن الناس يعني تراجع كويس اللينك والبوك مارك والكروس ريفرنس لان هتشرحه تاني برضه هيتشرحوا تاني تمام. كده بالنسبه لللينك والبوك مارك والكروس ريفرنس، وزي ما قلنا ازاي اسجل مايكرو من قائمه فيو، واروح على كلمه مايكرو واختار ريكورد مايكرو، لو عايز اعمل له اختصار اروح على كيبورد، مش عايز خلاص ادوس اوكي، مجرد ما ادوس اوكي هيظهر لي كلمه اسمها ستوب كلمه اسمها بيوز ريكورد. اي حاجه طالما ظهر عند المربع اللي فيه الوش ده اي حاجه ابتدي اكتبها او اي تنسيق ابتدي اشتغل عليه اهو البوك مارك بي انا اسف المايكرو بيسجل اي حاجه بتعملها، اي حاجه بتعملها المايكرو بيسجل كل ده، اي شغل بتعمله اروح هنا وادوس على حاجه اسمها ستوب مايكرو
اقفل المستند ادوس على دونت سيف وليس سيف، دونت سيف. وبعد كده لما ارجع تاني على الماكرو اختار حاجه اسمها البيو مايكرو اللي هو عرض وحدات الماكرو، هلاقيه يتسجل معايا هنا تلقائي. عايز اروح له ادوس على كلمه رن، عايز احذفه من كلمه ديليت، من كلمه ديليت. ما عادي مفيش مشكله، بعمل ربط. لا مش شرط يكون مثلا نفس المستند او نفس صيغه البرنامج، يعني الوورد ممكن اعمله على الباور، ممكن اعمله على الاكسل، ممكن اعمل لينك من على النت، مفيش مشكله، مفيش مشكله. كده بالنسبه للبوك مارك والكروس ريفرنس والماكرو. طيب جيت انا فتحت مثلا صفحه مستند فارغه، تمام، عايز اسطر الصفحه دي، عايز اسطر صفحه المستند الصفحه دي، اسطرها ازاي؟ الناس تروح معايا على حاجه اسمها انسيرت، بعد كده تيبل، بدرج جدول زي كده، مكون من عمود واحد، من عمود واحد، من عمود واحد، تمام. بعد كده انا ادرس الجدول، ناس معايا. بعد كده لو قعدت العب في الويتس بيكبر لي العرض، حاول احرك اهو كده شويه، هدوس على الويتس. ايه اللي بيحصل معايا في الويتس؟ هو بيحاول، احاول اظبطها على قد ما اقدر. تمام، رحت على اللي اوت والويتس، هقعد ازود فيه. لا انا مش عايزها من هنا يزود، انا عايز ازود من الناحيه الثانيه اهو. اللي اوت دوست على الويتس، حاول اظبطها على قد ما اقدر مثلا من هنا اهو. لو جيت على اللي اوت ودوست على الويتس، ايه انا خلاص انا ظبطتها كده، وعايز اخلي دي كسطور. بروح على قائمه هوم من اللي هو البوردر، اخليها نو بوردر. بعد كده برضو من نفس ما انا وريت في البوردر اختار حاجه اسمها انسايد بوردر، انسايد بوردر. حلو، انا معلم على كل ده. احاول من اللاين اند باراجراف سبيسنج اكبر المسافات اهي. انا شايف اللي بيحصل معايا، انا كده عملت تسطير. عايز اضيف صف من تحت، بدوس انسيرت بلو اهو، انسيرت بلو كده. انا الناس شايف انا عملت، انا كده سطرت صفحه الورد. وقفت هنا ورحت على لي اوت ودوست على انسيرت بلو اهي. وكده انا عملت تسطير كده بكل سهوله، عملت تسطير للصفحه. اول حاجه بدرج التيبل، بعد ما بدرج التيبل بشيل منه بخليه نو بوردر، بعد كده بختار حاجه اسمها انسايد بوردر فيعمل لي الحدود من الداخل، احاول اظبطها بحيث ان انا اجيبها هنا في بدايه الصفحه وهنا بدايه. احاول مثلا اللاين سبيسنج من هنا ازود المسافات، يا اما من اللي هو الارقام نفسها. لو جيت هنا علمت ورحت زودت في الارقام هتلاقي المسافات بتزيد. كده انا عملت تسطير لصفحه الويب. شايفين اللي بيحصل معايا؟ ده بالنسبه للتسطير، ده بالنسبه للتسطير. طيب انا فاتح مستند، انا فتحت مستند زي ده، عايز اخلي مثلا المستند ده هو بيسمح عادي اكتب زي ما انا عايز على الاسطر اللي عندي، فبكتب اللي انا عايزه على الاسطر اللي عندي.
يعني احنا قلنا بروح على انسير تيبل اهو، تمام. بعد كده احدد التيبل كله من هنا، ازود من هنا مسافات او من لاين سبيسنج. بعد كده بروح على لي اوت في الويدز، واقعد ازود زي ما انا عايز اهو، حرك الجدول كده شويه، ازود في الويدز اهو. بعد كده بروح على بوم، بعد كده اختار نو بوردر، بس نو بوردر لازم اكون محدد التيبل كله، وبختار حاجه اسمها نو بوردر، وبعد كده بختار حاجه اسمها انسايد بوردر. بس انا عامل ايه هنا؟ ليه ظهر لي في النص ده؟ ان انا لما جيت ادرست الجدول اهو، نرجع تاني، انا المفروض لما ادرج الجدول من انسيرت تيبل هختار يبقى عمود واحد بس، اقعد مثلا يا اما من الارقام هنا اقعد ازود، يا اما من اللاين سبيسنج اختار اللي انا عايزه، احاول اخليها كده هنا مع البدايه مثلا. بروح على لاي اوت، ازود في الويدث، تمام، حدد التيبل كله، انا خلاص زودت، اروح على هوم، بختار النو بوردر، بعد كده بختار حاجه اسمها انسايد بوردر، انسايد بوردر. لو جيت كتبت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، لو دوست شيفت وانتر مع بعض هينزل لي تحتيه على طول بدون اي حاجه، لكن لو دوست ادي بسم الله الرحمن الرحيم، لما اجي ادوس انتر هيفتح لي مسافة فارغة تاني، لكن انا مش هدوس انتر، انا هنزل على المكان اللي تحته بالمؤشر واكتب اللي انا عايزه. طب لو عايز اعمل المسافة ما بين ده المسافة اللي تحتها مثلا، اخليها اهي، احاول اصغر زي ما انا عايز اهي، كأنها مكتوبة عليه، كأنها مكتوبة عليه. طيب انا مثلا جيت في الصفحة الاولى هنا، وجيت على الصفحة الاولى، لو رحت على قائمة اللي اوت هلاقي الاورينتيشن بورتريت، المسطات كله ظهر عندي بورتريت، لا انا عايز اخلي الصفحة الثانية بالعرض، بقى في اي مكان هنا في الصفحة الاولى، او دوس على حاجة اسمها بريكس، ودوس على نيكست بيج، هتلاقي المؤشر نفسه راح على الصفحة الثانية. اروح على ديزاين البوردر، اختار مثلا الحد اللي انا عايزه، وبختار من ابلاي تو حاجه اسمها ذيس سيكشن، يعني يطبق دي على الصفحه دي بس. دي لو عايز اعمل بوردر، لا انا عايز اعملها بالعرض اهي، عشان اللي ظهر معايا يبقى تاني. بعمل ايه؟ انا واقف هنا في نهايه الصفحه الاولى دي، الصفحه الاولى خلاص انا خليتها بورتريت اللي هي بالطول، انا عايز اخلي الصفحه الثانيه بالعرض. دايما لما اجي عايز افصح عن صفحه عن طريق كلمه اسمها بريكس اللي هي فواصل، واختار حاجه اسمها نيكست بيج، تلاقي المؤشر تلقائي راح على الصفحه الثانيه، تمام، فهو كده فصل الشغل اللي هتعمله في الصفحه الثانيه عن الصفحه الاولى. لو رحت على اورينتيشن اختار حاجه اسمها لاند سكيب، كده عمل لك صفحة بالطول وصفحة بالعرض. طيب أنا عندي أهو المستند، المستند مكون من ثلاث صفحات، عايز أعمل بس للصفحة الثانية بوردر، إزاي أفصلها بقى؟ برضه وقف هنا وأروح على كلمة اسمها بريكس، وأختار نيكست بيج الصفحة التالية، وأنا وقفت هنا أهو، دوست على بريكس نيكست بيج، هلاقي المؤشر تلقائي راح على الصفحة الثانية. بروح على ديزاين، اختار بوردر، تمام، انا عايز يعمل لي ايه؟ يطبق الحدود دي على المستند بالكامل ولا على زيس، بس اقول له زيس سيكشن اللي واقف عليه بس، ادوس اوكي. شايفين حصل ايه؟ كده انا عملت حدود للصفحة اللي في النص، ما عملتش للصفحات الثانية. قلنا اول حاجه بعمل ايه، اول حاجه بقف في نهايه الصفحه الاولى، وادوس على حاجه اسمها من بريكس، اختار حاجه اسمها نيكست بيج الصفحه التاليه،
فانا لما ادوس الصفحه التاليه فانا كده بفصل الصفحه الاولى عن الصفحه التانيه، او ايا كان الصفحتين اللي عايز افصلهم عن بعض. بس بعد كده لما اروح على الصفحه التانيه هلاقيها هي نفس الخطوه فيها. فلو رحت على ديزاين واخترت بيج بوردر واخترت الحد اللي انا عايزه اهو، واختار من الابلاي تو هنا، لو سبتها الوول ديكمنت هي ينطبق على المستند بالكامل، لا انا عايزها على الصفحه اللي انا واقف عليها بس. فاختار حاجه اسمها زيس سيكشن، ادوس اوكي هتلاقوها عملت معايا على الصفحه الثانيه بس، هو عملت معايا على الصفحه الثانيه بس. الهيدر والفوتر لسه جايه، لسه جايه اقول لكم عليها برضه تعملها ازاي. الهيدر والفوتر جايه، لسه جايه. دي كل الفنيات اللي هي ظهرت مع الناس، يعني انا الفنيات كلها تتشال. انا مثلا مستعدي مستند معايا ودوست على كلمه اسمها راند زي ما احنا بنكتب عادي، تمام. رحت دوست اوكي، انا كده ادرش حاجه جاهزه على ال. طيب انا جيت على قائمه لي اوت واختار من لاين نمبر، اخترت كونتينيو. هو كده بيعمل ايه؟ هو كده بيستمر العد. انا عايز اقف مثلا عندي هنا، اما الصفحات الثانيه دي كلها يوقف العد. برضو بروح دايما الناس تتعود لما اجي افصل شغل عن شغل او صفحه عن صفحه بفصلها عن طريق بريكس. انا بفصل الصفحه عن الصفحه، الصفحه الاولانيه عن الصفحه الثانيه، او الصفحه السابقه عن الصفحه التاليه. فبروح على بريكس وبختار حاجه اسمها نيكست بيج، هتلاقي المؤشر هنا ظهر تلقائي في الصفحه الثانيه. باجي عند لاين نمبر اختار نون، شايفين اللي حصل؟ شلت ترقيم من الصفحات الثانيه. دايما لما باجي افصل صفحه عن صفحه من بريكس، وبعد كده نيكست بيج الصفحه التاليه، وبعد كده اشوف انا عايز اعمل ايه بالظبط. طيب دلوقتي مثلا انا ادرشت من ريفرنس حاجه اسمها الفوت نوت والاند نوت. دايما الاند نوت بيجي في نهايه المستند، مش هيسمح لي ان انا اكتب بعده اي حاجه. اهو انا جيت كتبت ادي مثلا هنا، جيت بعد كده انا عايز اعمل ايه اهو، لو فضلت دايس انتر تيجي برضه عامل لي سطر، عامل لي سطر من فوق، مش بيسمح لي ان انا اكتب اي حاجه غير تحت السطر اللي هو عامله كده. لان الاند نوت ده نهايه المستند، الاند نوت ده بيروح على نهايه المستند، والفوت نوت ده بيكون مع نهايه كل سطر، تمام. لكن الاند نوت طالما انا ادرش الاند نوت معناه ان انا بقول له كده خلاص انا خلصت المستند وخلصت الشغل بتاعي، فانت مهما تعمل تحت يبقى كله ظاهر معاك في الاند نوت مهما تعمل. حتى لو لما رحت على الصفحه الثانيه برضه عمل لي اللي هو زي حد كده من فوق، الحد ده معناه ان انا برضه لو جيت كتبت اكتب من تحت، فهو كده مش بيسمح لي ان انا اكتب بعده خالص. تغذك على اللي هو البيج نمبر اللي هو ارقام الصفحات من تحت، ترقيم الصفحات من تحت. لو على ترقيم الصفحات من تحت هشرحها لكم برضه. طيب انا جيت مثلا هنا عايز اعمل اختار من اللي اوت، اختار اللي هو نان، اختار نان، تمام، اختار نان. طبعا هندسه احنا دلوقتي قلنا لما اجي اعمل لاين نمبر اخترت كونتينيو، تمام، وعايز اوقف الترقيم مثلا. انا هنا عامل فاصل صفحات عشان كده مش ظاهر عندي. ادي قفلت المستند، فتحت مستند تاني جديد، حلو، ودرشت حاجه زي كده اهو، تم ادراجها. رحت دوست على لي اوت اخترت اللاين نمبر ودوست كونتينيو، هتلاقي ايه العد السطور كلها شغال. انا عايز اوقف من بعد 245، بقف هنا في نهايه المستند ودوس على حاجه اسمها بريكس، وبعد كده اختار حاجه اسمها نيكست بيج. بمجرد ان انا هدوس نيكست
نيكست بيج هيروح لي على بداية الصفحة الثانية، فهو كده فصل الصفحة الأولانية على الصفحة الثانية. فاروح برضو على اللاين نمبر واختار نمبر، فادي كده هو شال الترقيم من الصفحات الثانية. طيب جيت انا مثلا في الانسيرت واخترت هيدر، كتبت في الهيدر هنا مثلا مايكروسوفت اوفيس، هتلاقيه ايه الهيدر موجود على كله بنفس الاسم. طيب انا جيت عند الصفحة دي وعايز افصل الهيدر ده عن الهيدر اللي قبله، انا كده هعمل هيدر تاني اهو هسميه مايكروسوفت اوفيس، هتلاقي الهيدر موجود على كل المستندات. طب انا عايز من الصفحة دي تفصل على الهيدر اللي قبله، باجي هنا برضو وبختار من لي اوت، اختار بريكس نيكست بيج، لازم افصل الصفحة اللي بعدها عن الصفحة اللي قبلها، يعني الصفحة التالية بفصلها عن الصفحة السابقة، وبروح على مايكروسوفت اوفيس وادوس اللينك، هنلاقي ان هي متعلمة على اللينك تو بريفيوس، ارتباط بالسابق، هشيل اللي هي متعلمة عليه دي واكتب اللي انا عايزه مثلا الوورد، هتلاقي هنا ادرج لي الوورد وهتلاقي اللي فات كله مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت اوفيس، هنا موجود الوورد، كل اللي جاي اللي بعده وورد. عايز برضو افصل كل صفحة عن الثانية بضغط عليها تمام، او باجي هنا وادوس على، انا عايز اخلي الصفحة دي بس، انا عايز اخلي الصفحة دي بس وورد، باجي هنا على كلمة اند وادوس على لي اوت، اختار ريكس نيكست بيج، بعد كده اروح على الوورد، الغي الارتباط بالسابق واحذف الكلمة مثلا ودوس، وكده حذف لي كل اللي فات، خلالي هنا بس كلمة الوورد مختلفة تمام، وهنا خلالي مايكروسوفت اوفيس زي ما انا عايز. طيب طيب احنا ممكن بس يعني اديني ربع ساعة كده، في بعض الفنيات اخلصها، واللي حابب يسأل عن الحاجات اللي فاتت ممكن يسأل تمام. دلوقتي انا مثلا في حد سألني سؤال قال لي ازاي احول مستند الوورد، عايز احوله لصورة، انا مثلا جيت عملت انسيرت بيكتشر واخترت صورة معينة مثلا زي كده وعدلت فيها، يعني ظبطتها مثلا وعملت غيرت لها لون، وعايز احفظها على سطح المكتبة في اي مكان، بدوس عليها كليك يمين وادوس سيف اس بيكتشر، شوف المكان اللي عايز احفظ فيه الصورة. لكن المستند كله، المستند كله انا عايز احفظه كصورة من فين؟ ادي جيت فتحت مثلا مستند زي ده، عايز احفظ المستند ده كصورة، اظبطه بس الاول تمام اهو عشان يكون ظاهر قصاد الناس. في لينك هنا انا هبعته لكم، اللينك ده وورد 2 جي بي جي، الناس لو كتبت في البحث وورد 2 جي بي جي ورحنا دوسنا على كلمة هنا اسمها ابلود وورد، بختار ملف الوورد اللي انا عايز اغيره مثلا بيانات الشخصيه وادوس اوبن، شايفين بيقول لي ايه، فكده حمله لي، بيقول لي كونفيرت تو جي بي جي، دوست عليها هو كده بيعمل لي تحويل. ادوس عليها فهو نزل لي المستند تحت اهو، لو دوست شو ان فولدر شايفين حفظ لي المستند اللي انا عايزه كصوره، حفظ لي المستند اللي انا عايزه كصوره، والله جايه في الطريق، يعني انا الحاجات دي كلها خدت بالي منها، يعني الناس ما تقلقش تمام. عايز احول الوورد البي دي اف من هنا اهو، ممكن احوله برضو، هدوس ابلود وورد هحوله لبي دي اف،
لكن احنا عرفنا ازاي من داخل المستند نفسه نحوله بي دي اف. طيب انا مثلا عايز احول البي دي اف لوورد، ادي في موقع تاني لو كتبنا بي دي اف تو وورد وعملت هنا سيلكت او كليكت تو سيلكت بي دي اف، ادوس عليها ادور على البي دي اف اللي انا عايز احوله كوورد، مثلا اختار حاجه زي كده ودوست اوبن، فقال لي بليز ويت انتظر بالظبط من سيف از او من اكسبورت، فهو بيحول البي دي اف لوورد. ادوس سيف وورد، فكده هو حول لي البي دي اف اللي عندي في وورد. دوست عليه شو ان فولدر اهو، فتحته. اول ما افتحه ظهرت عندي رساله فوق لازم اقول له انيبل ايديتنج، يعني القدره على التعديل. دوست عليه فكده هو بتحفظها نسخة بس، هو ده الحل الوحيد اللي أنا بحول بيه لو عايز أحول، يعني ساعات في ناس بتكون مضطرة إن هي تحول الوورد لصور، فدي ده الحل الوحيد، ده الحل الوحيد. أنا كل مرة بحاول على قد ما أقدر أوصل لكم الحلول، فأنا لو عرفت أوصل لحل تاني غير الحل ده برضه هشرحه المحاضرة الجاية. بالنسبة للبي دي إف، إزاي أحول الوورد لبي دي إف؟ زي ما قلنا من فايل، من سيف أز، اختار براوز، اختار من تحت السيف از تايب، ادوس على بي دي اف. لو اخترت اللي هو اكسبورت برضو ممكن ادوس على كرييت بي دي اف. طيب انا دلوقتي حولت ده، الناس بتقول لو في كتاب عربي مش بيظبط معايا، يعني مثلا جيت دخلت على الموقع اهو عايز احول بي دي اف الوورد، دوست سيلكت، دوست اوكي، فده كله المستند كله هنا بالعربي، المستند كله بالعربي. بس سيف وورد فبيحفظ لي الوورد تحت، لو جيت فتحته دوست على enable editing فادي ظهر معايا عادي كلام اهو بالعربي، ظهر عندي الكلام عادي بالعربي. تمام، هبعت لكم المواقع دي لو حد حابب يشتغل عليها يعني، وهحاول برضو من ناحيتي. لا ما هو اشتغل معايا قدامك اهو. بالنسبه للتحويل انا هبعت لك اللينك بتاع الموقع ده، الموقع ده ما فيهوش حاجه، الموقع ده بحول لك على طول بيظبط لك العربي. تمام، فانا هبعت لكم اللينك بتاع المواقع دي اللي هو بيحول من الوورد للبي دي اف او من الوورد للجي بي جي، يا اما احول من بي دي اف لوورد. هبعت لكم المواقع دي كلها، وانا برضو لو عرفت اوصل لحل تاني او في برنامج معين منزله على الجهاز بنحول بيه هقول لكم عليه ان شاء الله المحاضره الجايه. فايل لو اخترت برنت، هو في كذا حل ممكن احول بيه اللي هو البي دي اف من قائمة الفايل، لو دوست على برنت احنا قلنا كاستم برنت بتطبع صفحات محددة. فرضا انا عندي في المستند كمثال مثلا 10 صفحات، عايز اطبع من الصفحة رقم 2 ادوس علامة الناقص مثلا للصفحة رقم 8، فلازم اللي هو الشرطة اللي في النص دي علامة الناقص. طيب انا عندي المستند 10 صفحات وعايز اطبع الصفحة رقم 2 والصفحة رقم 4، ادي 2 ومن الكيبورد حرف الواو اللي هو الفصلة و4، كده انا عايز اطبع الصفحة رقم 2 والصفحة رقم 4. طيب انا قلت له مثلا عايز اطبع من الصفحة رقم 2 للصفحة رقم 4، حلو كده، and عايز اطبع الصفحة رقم 3 شرطة وفصلة والصفحة رقم 7، وكده هيطبع اللي هو اللي انا محدده.
تمام. جيت على انسيرت واخترت بيج نمبر، اخترت البوتن اهو حلو. فانا كده عملت الترقيم، عايز ابدا الترقيم من صفحه معينه، عايز اشيل الترقيم من الصفحه الاولى. قلنا عشان نفصل صفحه عن صفحه من لاي اوت اختار بريكس، دايما بستعمل بريكس في الفصل ما بين الصفحات. اختار حاجه اسمها نيكست بيج، تمام. فهتلاقيه راح لي على الصفحه الثانيه. تلاقي المؤشر نفسه واقف على الصفحة الثانية، تلاقي المؤشر ادي كنترول زد، تلاقي المؤشر نفسه واقف على الصفحة الثانية. أنا مثلا وقفت على الصفحة رقم واحد، جيت في نهاية الصفحة دي، عايز أفصل الترقيم من الصفحة الأولى، مش عايز أخلي فيه ترقيم، عايز أبدأ الترقيم من الصفحة الثانية. من بريكس أختار نيكست بيج، فكده أنا فصلت الصفحتين عن بعض. تمام كده؟ باجي بعد كده عند الترقيم من تحت بدوس عليه، بشيل كلمة لينك تو بريفيوس، ارتباط بالسابق. أروح على قائمة انسيرت، أختار بيج نمبر، أختار حاجة اسمها فورمات بيج نمبر من، أختار هنا حاجة اسمها ستارت اد، كتبت رقم واحد، دوست أوكي. هو هيبدأ لي ده من صفحة رقم واحد، حلو كده. هيجيب بعدها، بس في مشكلة حصلت في المستند عندي، ادي فتحته تاني، دوست رام 18 20، حلو كده. على قائمة insert بعد كده البيج نمبر، خليت ادي ارقام من 1 لـ9. هو بدأ الترقيم من الصفحة رقم واحد. عايز أفصل الصفحة رقم واحد عن باقي الصفحات، باجي في نهاية الصفحة وعلى لي أوت واختار حاجة اسمها بريكس، بعد كده بختار حاجة اسمها نيكست بيج. هتلاقي المؤشر تلقائي راح الصفحة دي. باجي أدوس على البيج نمبر من تحت وأشيل اللي هو التظليم اللينك تو بريفيوس، بروح على انسيرت بيج نمبر فورمات بيج نمبر، اختار حاجه اسمها ستارت ويز، اختار رقم واحد، ادوس اوكي. تمام. بعد كده لو شيلتها فلقيت الترقيم بدأ من الصفحه الثانيه، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه، ادي خمسه، وهكذا. اجي هنا عشان اشيل الرقم ده بشيله يدوي عادي من الصفحه الاولانيه، اهو شيلته، فكده اهو مش موجود في الصفحه الاولانيه اي ترقيم، والترقيم بادئ من الصفحه رقم اثنين. تمام. هو كده احنا المفروض يعني كل لوبر، بس هنشرح ان شاء الله المحاضره الجايه. طيب تعال كده نجرب مع بعض. مثلا لا ما خلصناش، الناس ما بتطلعش، خلصناش فاضل لنا حاجات بسيطة كده بس هنخلصها. زي ما قلنا أنا ممكن برضو من قائمة دي كنت بستعمل مايكرو، برضو من ديفولبر أهو المايكرو ممكن أعمله برضو من هنا. إحنا القائمة اللي اسمها كنترول دي هيبقى شغلنا كله عليها. هنا لو عايز أحفظ زي مثلا عملت كنترول دي بعمل منها إيه؟ بعمل منها حاجة اسمها استمارة. لو عايز اعمل استماره وعايز اخلي اي حد يملي الاستماره دي بعملها. تمام استاذ باشمهندس محمد محمود السهامي، حاضر اجاوبك على سؤالك. لو عايز اعمل، لو جيت مثلا فتحت ملف الوورد اهو زي ده وعايز اعمل مثلا استماره زي كده، مش تملي الاستماره دي،
فلو جيت مثلا حددت حاجه زي كده ورحت على لي اوت واخترت ميرج، جيت مثلا من الديفلوبر واخترت اللي هو الفوتو، هو ادرج لي صوره، معناها ان انا لو دست هنا لو دست عليها ممكن احمل اي صوره. الباقي كله برضو نفس الكلام، يعني ممكن انا اختار تكست فادرج لي نص هنا، بس هشرحها لكم بالتفصيل المره الجايه. طيب لو عايز اعمل حمايه ليها مثلا بحيث ان محدش يعدي بيها، استراكت اديتنج، استراكت اديتنج، واختار اللي هو اللو اونلي، واختار من هنا النوع اللي انا عايزه اللي هو فيلنج ان فورم. تمام، هناخدها برضه بالتفصيل المره الجايه. هنا الدوكمنت تمبليت، لو عايز اعمل تمبليت للمستند اللي عندي، فده يعتبر ايه بالنسبه لجزء الاستماره. يبقى احنا كده اللي فضل لنا في الوورد ان احنا هننشئ او هنصمم استماره زي كده، بجانب ان احنا هنصمم شعار او لوجو، شعار او لوجو اللي هيتاخد المحاضره الجايه، الاستماره ده الاستماره، وهيتاخد تصميم الشعار او اللوجو، ونصمم سي في مع بعض، ونعرف ايه الخطوات او ايه الحاجات اللي المفروض تتكتب داخل السي في. بجانب برضه ممكن يعني لو فضل معانا وقت هنصمم غلاف كتاب مع بعض، هنصمم كارت شخصي، هنصمم بانر، وهنصمم شهاده تقدير. ده بالنسبه لشغل التصميمات الفاضل لينا في الوورد. بجانب ان هيبقى في سيشن او اثنين خاصين بس بالبحث العلمي، سيشن او اثنين هيكونوا خاصين من البحث العلمي، يعني هناخد محاضرتين في البحث العلمي. شغل التصميمات ممكن محاضرتين برضه. تمام، بحيث ان نخلص الوورد ان شاء الله فاضل لنا بالكثير 4 محاضرات، الـ4 محاضرات دول هيبقوا كلهم شغل. زي ما قلنا هنصمم مع بعض اللي هو الفورم دي، هنصمم لوجو، هنصمم شعار، هنصمم سي في، هنصمم غلاف كتاب وكارت شخصي وبانر، هنصمم برشور وفلاير، هنصمم شهاده تقدير. دول هياخدوا معانا بالكثير محاضرتين، لو احتاجنا اكتر مفيش مشكله، زائد ان احنا هناخد محاضره او اثنين في البحث العلمي والتقارير الفنيه، اساسيات البحث العلمي وازاي تكتب بحث علمي بطريقه صح. ده اللي فضل لنا في برنامج الورد. بجانب ان كل مره لو في اي يعني استفسارات من الناس بجاوب عليها في المحاضره زي اللي احنا عملناه النهارده. طيب في بس حاجه هنا بسيطه في قائمه فايل، لو رحت على اوبشن، لو دوست على كستمايز ريبون، احنا قلنا ده خاص بايه؟ ده خاص بالتابوبات اللي موجوده عندي فوق، التابوبات اللي موجوده عندي اللي فوق. طيب انا مثلا عندي في الاول قائمه هوم، بعد كده انسيرت، بعد كده ديزاين، بعد كده لي اوت، وهكذا لحد هيلب. انا عايز اخلي الهوم دي في الاخر، اخليها ازاي؟ لو دوست على قائمه هوم، لو دوست على قائمه هوم، شايفين الاسهم من ناحيه ال ناحية اليمين دي، لو دوست على السهم اللي من تحت فبينزل لي القائمة من تحت، اهو بينزلها لي، وصل القائمة بعد كلمة بعد ريفيو اهو. طب لو عايز اطلعها تاني من فوق هيطلعها. في ناس هتلاقي مكتوب عندها موف اب، وناس عندها موف داون، لو دوست على كلمة موف داون هينزل لي لتحت، موف اب هيطلع لي القائمة من فوق. يعني هو هنا الترتيب مش اساسي، انا ممكن عادي اخليهم في الاخر، اخلي ديفلوبر في الاول وهكذا. تمام، طيب هو كده الصوت واضح صح؟ تمام، احنا قلنا كاستمايز ريبون، كاستمايز ريبون، كاستمايز ريبون، هو ليه كتير الصوت مش واضح ولا دلوقتي بس؟ ليه كتير ولا دلوقتي بس؟ تمام، قلنا كاستمايز ريبون الخاصه بالتبويبات اللي موجوده فوق عندي، لو عايز اخلي تبويب بعد الثاني اروح دوست على قائمه هوم، عايز اخلي قائمه هوم في الاخر. شايفين هنا الاسهم دي في حاجه اسمها موف اب وموف داون، لو دوست على موف داون فكده بيحرك لي التبويب اوديه للاخر، بعد كده بدوس على اوكي هتلاقيه ظهر عندي هنا اهو، دوست اوكي شايفين هم راح فين؟ راح في الاخر عندي اهو. طيب انا عايز ارجعه تاني من اوبشن،
كاستمايز ريبون، اختار حاجه هنا اسمها الموف اب اهو، دوست اوكي فرجعوا لي تاني في الاول. شرح الديفلوبر ان شاء الله المحاضره الجايه. الديفلوبر المحاضره الجايه. الديفلوبر دي يعتبر جزء من التصميمات اللي انا اصمم بيها استماره. اصمم بيها استماره. ورسم الشبكه البيانيه احنا قلنا من قائمه فيو اختار حاجه اسمها جريد لاينز. صحيح. جريد لاينز. جريد لاينز. بالنسبه لزوم اللي هو تكبير التصوير، اقصى حاجه ممكن اوصلها للزوم اللي هي رقم كام؟ لو قعدت ازود رقم 500، ما اقدرش ازود اكتر من 500. عشان ده سؤال في الامتحان بيقول لي اقصى زوم ممكن اعمله كام؟ 500. اقصى زوم ممكن اعمله 500. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما قلنا المحاضرات الجايه هتكون ماشيه ازاي. محاضرتين تصميمات ومحاضرتين بحث علمي ان شاء الله، وانا هحاول ارتبهم. في سؤال برضو بيقول لك ساعات في الامتحان الدولي بيقول لك ان لغه البرمجه المستعمله اسمها ايه؟ اسمها البي بي اي. لغه البرمجه اللي بستعملها في برنامج الوورد اسمها البي بي اي. اسمها البي بي اي فيجوال بيزك. دي لغه البرمجه اللي هي فيجوال بيزك ابلكيشن. البي بي اي. البي بي اي لغه البرمجه اللي انا بستعملها في الوورد. من قائمه فيو ممكن الغي المسطره من هنا اهو. الريد لاينز ممكن اظهرها من هنا. من علامة الصح. أي مشكلة في الحضور أو في حد سألني على الحتة الزرقاء دي بجيبها من فين؟ من قائمة ديفولبر اللي أنا هشرحها المرة الجاية. أختار هنا من كنترول حاجة اسمها بيكتشر وأحط أد الصورة. تمام. في سؤال تاني تسأل عن معازيم الترقيم داخل المستند مثلا. انا عايز الترقيم نفسه. انت ممكن تلعب في الترقيم زي ما انت عايز. يعني كمثال انا جيت هنا اخترت شيبس واخترت اهو انا شيبس زد هذا الرقم واخترت على اخترت شيبس خليه موفل تمام وخلي الاوت لاين مثلا اسود. احاول اظبطه على قد ما اقدر يعني. بعد كده لو قفلته تلاقي كل الترقيم من تحت ظهر داخل المربع. طيب بالنسبة لي برضو يعني المحاضرة الجاية الناس تكون عارفة السؤال بتاع ان انا لو عندي مثلا عملت لون للصفحة وعايز اظهر الهيدر من تحت او الرقم من تحت ان شاء الله هشرحها المحاضرة الجاية. لون الصفحة. طيب المشكلة في لون الصفحة لو عملت لون للصفحة تمام وعايز مثلا اظهر الهيدر من تحت هشرحها لكم المحاضرة الجاية. طيب مثلا انا جيت هنا في الفيو وجيت وقفت عند كلمه اند صفحه رقم 4 ورحت دوست على لي اوت واخترت بريكس واخترت نيكست بيج الصفحه التاليه ورحت على قائمه فيو دوست على جريد لاينز. فالجريد لاينز بيعملها لي على المستند بالكامل. يعني حتى لو عملت نيكست بيج دي خاصه بالمستند بالكامل. دي خاصه بالمستند بالكامل. بس انا لو عرفت اوصل لطريقه بحيث انها تبقى في صفحه واحده اقول لكم عليها المحاضره الجايه. يبقى اول حاجه ان شاء الله من التنهيات اللي بتتشرح ازاي اظهر الرقم او الهيدر لو عملت لون لصفحه مختلفه. ثاني حاجه اللي هو الشبكه البيانيه.
ازاي اعملها في صفحه غير الثانيه. دي بالنسبه لدول اللي هشرحهم في المحاضره الجايه. يعني زي ما قلنا هنشرح مع بعض قائمه الديفلوبر، تمام، هنخلصها، هنعمل بيها استماره وهنصمم شعار ولوجو وهنصمم سي في. لو فضل معانا وقت هنكمل اللي هو غلاف الكتاب والفرد الشخصي والبانر والبروشور والفلاير. ازاي بعمل الشكل؟ بقف على الرقم نفسه، ده لغايه انا الشكل اهو حلو كده. بروح من انسيرت زي ما انا واقف كده في البيج نمبر، واختار شيبس، واختار مثلا الاوفن اللي هو السايكل. انا عايز اعمل دائره حواليها اهي. الشيب فيل هختار نو فيل مثلا. الاوت لاين هشوف اخليها مثلا اسود. كده عملت شكل حوالين الرقم. رحت دوست كلوز هيدر اند فوتر، فلو لاحظت في باقي المستند عمل لي نفس اللي عمله في البيج نمبر. تمام، نفس اللي عمله في البيج نمبر. تمام، هو انا كده خلصت بالنسبه لمحاضره النهارده. لو حد عنده اي استفسار بخصوص المحاضره او عنده سؤال في اللي فات ممكن يسال، انا معاكم. اللي عنده استفسار في حاجه بخصوص التاسكات اللي فاتت يسال. في حد كان بيسال على تاسك 7؟ تاسك 7 أول حاجة أقوم بتصميم شكل منزل بسيط، الشكل اللي إحنا صممناه مع بعض، تمام؟ أي شكل، مش لازم نفس الشكل نفسه. تمام؟ بالنسبة لدمج شكلين، إحنا قلنا إزاي ندمج شكلين، أدي أهو، جيت عملت حاجة تاني زي كده، حطيت لها لون. فانا كده محدد على شكل فيهم، ادوس على كنترول احدد الشكل الثاني من قائمه فورمات، اختار حاجه اسمها جروب. فكده دمجتهم، كده دمجت شكلين مع بعض. ازاي احذف قائمه من شريط القوائم؟ زي ما احنا عملنا من فايل اوبشن، وبعد كده الكستماز ريبون، بشيل علامه الصح من القائمه فهتتشال عندي من فوق. اطار الصفحه ازاي نعمله؟ التعليق احنا قلنا عندنا خيارين، قائمة انسيرت واختار كومنت تعليق، من فيو، من ريفيو قصدي، اختار اللي هو نيو كومنت. اهمية شكل اللي هو الكويك اكسس بار اللي هو فوق، ايه اهميته؟ قم بازالة المسطرة من الخلفية وضغط الشبكة البيانية من قائمة فيو زي ما قلنا. قم بعمل زوم للصفحة، بعملها هنا بمختار 200، بختار هنا 200 وادوس اوكي. تمام، ده بالنسبه لتاسك 7. لو جينا بصينا مثلا على تاسك 6، قائمه محتويات قلنا من ريفرنس تيبل اوف كونتنت، بس لازم يكون عندي حاجات عامل لها ايه، مختارها من اد تكست، مختار لها ليبل مستويات اللي هو عنوان فرع، عنوان رئيسي وعنوان فرعي وعنوان فرعي من العنوان الفرعي. الفوت نوت والاند نوت قلناها، اضافه مرجع قلنا من اللي هو انسيرت سايتيشن، اضافه صوره من انسيرت كابشن، وبكتب اللي انا عايزه تحتيها. قم بعمل نص بريد الكتروني بحيث تكون القائمه مكونه من 5 اسماء، بستعمل فيها قائمه الميلينج. على فكره التاسكات دي قديمه، حلو كده، التاسكات دي قديمه، فكانت المفروض تتسلم من بدري. فدي توضيحا للناس بحيث ان برضو حتى اللي محلش حاجه بحيث ان هو ايه يكون عارف هو هيعمل ايه بالظبط. مجرد انا بفهمك السؤال عايز ايه منك. تمام؟ دول اخر تاسكين. تمام؟ لو في اي سؤال واجب مع الناس في التاسكات دي ممكن برضو يسالني. دي مجرد بس عشان التاسكات دي اصلا من بدري، كل تاسك بينزل
بياخد مده 15 يوم بعد كده بيتقفل. بس احنا فتحنا التاسكات يعني التاسك الثاني لحد الان مفتوح، التاسك رقم واحد لحد الان مفتوح للناس، فالناس حاول تخلص التاسكات على قد ما تقدر. لحد الان معانا 7 تاسكات. بالنسبه لمحاضره اليوم يعني حتى لو نزلت لكم هنزل لكم تاسك بسيط كده عليها تمام. بالنسبه لترقيم الصفحات احنا قلنا اهو سعيد تاني، بالنسبه للترقيم الناس ركز معايا، بالنسبه للترقيم اهي انا عندي مثلا اهو مستند موجود فيه كلام، رحت دست على قائمة insert وبيج نمبر بوتيم، فكده انا عملت ترقيم للمستند. عايز ابدا الترقيم من الصفحة الثانية، باجي على نهاية الصفحة الأولى من layout اختار حاجة اسمها breaks واختار next page، تلاقي المؤشر تلقائي راح على الصفحة الثانية، بنزل على الرقم تحت بلغي ارتباطه بالسابق واروح على insert اختار بيج نمبر كوردينات بيج نمبر ستارت اد اختار رقم 1 وادوس اوكي، فهو كده بدا لي الترقيم من الصفحه رقم 2. ارجع للصفحه الاولى بلغي اللي هو رقم 1. قلنا لو عايزين نضيف ده داخل شكل زي ما هي كده من insert shapes، ادي مثلا اخترت دائره بعمل ايه بقى في الدائره؟ الشيب فيل بختار له فيل، الشيب اوت لاين مثلا اخليه اسود، احاول اظبطه على قد ما اقدر، وبعد كده بقفل الهيدر اند فوتر، فكده انا عملت رقم للصفحه. طيب حد عنده استفسار تاني؟ حد عنده اي استفسار؟ في برضو اختصار، انا لو عايز احذف الجدول بالكامل بحدد الجدول ابص على حاجه اسمها باك سبيس، باك سبيس من الكيبورد بدوس، انا حددت الجدول بالكامل ودوست على باك سبيس فكده حذف لي الجدول بالكامل، حذف لي الجدول بالكامل، حذف لي الجدول بالكامل زي ما قلنا الاختصارات تمام. برضو في حاجة عندنا اسمها كنترول سي، ده حاجة اسمها كوبي كنترول سي اللي هو كوبي. طيب برضو انا عملتها ازاي؟ الناس تلاحظ ان اول حرف هنا في الكوبي اللي هو النسخ سي، اي اختصار بعمل لها كنترول زائد ايه اول حرف منها، يعني الكوبي اول حرف منها سي. طيب البرنت، البرنت كنترول بي لان اول حرف بي. طيب النيو اول حرف ان يبقى كنترول ان. طب الاوبن اول حرف او فكنترول او. طيب في حاجات بتكون شاذة عن القاعدة زي مثلا قص كنترول اكس، زي مثلا البيست كنترول بي، زي الريبليس كنترول اتش. طيب السيف ما بيكونش شاذ عن القاعدة، الاختصار بتاعته كنترول اس، كنترول اس. الوحيد اللي بيكون شاذ عن القاعده اللي هو الكت اللي هو القص، والبيست اللي هو اللصق، واللي هو الريبليس، ريبليس. طيب فايند، فايند بتكون ايه؟ مش شاذه، فالاختصار بتاعتها كنترول اس. بختار اول حرف، اول حرف من اس، ادي اول حرف اخترت اول حرف من الاسم. زي ما قلنا الحاجات الوحيده اللي هي شاذه اللي هي قط اللي هي كنترول اكس، وبيست كنترول بي، وريبليس كنترول اتش. السيف زي ما هي ما تكونش شاذه كنترول اس، السيف كنترول اس. طيب السيف از الاختصار بتاعتها اف 12، اف 12 السيف از الاختصار بتاعته اف 12. تمام.
ده بالنسبة لكل حاجة احنا اخدناها. اي حد عنده استفسار ممكن يبعت لي على الواتساب او يبعت على يبعت الجروب او يبعت لي على الجريد لاينز. هل ممكن اضيف للجدول يبقى في صفحة واحدة؟ ما انا قلت لك احنا لما اجي نعمل جريد لاينز هنا شو معناه ان هو بيعرضها لك على المستند بالكامل، مفيش امر يخلي الجريد لاين على جزء معين. بس انا برضو هبحث لو وصلت الحل اكيد هشرحه لكم مع بدايه المحاضره الجايه، يعني الناس ما تقلقش. انا دي برضو احطها في الاعتبار بالنسبه للشبكه البيانيه. انا لحد الان لو جيت على قائمه فيو معنى ان انا لو شلت عام الصح من المسطره فهو كده شالها لك من المستند ككل، علمت عليها فكده ظهرها في المستند ككل. جريد لاينز نفس الحكايه، جريد لاينز نفس الحكايه، تمام. بس انا هحاول ابحث عنها ولو وصلت لي حل ليها ان شاء الله باذن الله هشرحها لكم مع بدايه المحاضره الجايه، تمام. اقصد جدول لماذا هذا الجدول يكون هو الجريد اللي هو ازاي؟ يعني ادي جدول، انت عايز تعمل جدول جريد اهو، لما تيجي تعمل جريد تلاقيه برضو عمل معاك على المستند ككل. الجدول نفسه اعمله جريد ازاي؟ انت عايز تخلي جدول زي كده، حتى لو جيت بصيت هنا على الخيارات بتاعت الجدول مش هتلاقي فيه اي خيار يدل اهو، حتى لو دوست هنا مفيش، تمام، مفيش اي خيار بيديني ان انا اخلي الجدول ده جريد. برضو انا لو وصلت الحل هقول لكم عليه المحاضره الجايه، تمام. لو عايز احول التيبل دي لنص هدوس كونفيرت تو تكست، فكده حوله لي لكتاب. هبعت لكم الروابط دي ان شاء الله على الواتساب. ففي حد عنده استفسار بخصوص محاضره اليوم؟ حد عنده استفسار بخصوص محاضره اليوم؟ طيب هو بس في حد عنده استفسار هنا؟ انا كده خلصت، اللي عايز يطلع يتفضل، تمام. بالنسبه لجزء التيبل ده زي ما قلنا احنا اهو، هو بالنسبه لو عايز اعمل شبكه فيو بختار جريد لاينز اهي الشبكه البيانيه، تمام. بالنسبه للتيبل او لو انت تقصد اللي هو الشكل ده نفسه، احنا هنصمم الشكل ده مع بعض ان شاء الله المحاضره الجايه وهنعرف ايه استعماله. انا بصمم حاجه زي كده عشان نشتغل على قائمه اسمها الديفلوبر اللي هي من الكنترول اللي هو التحكم، تمام. تمام. بالنسبه لعمل اثنين عمود، بالنسبه لعمل اثنين عمود ادي انا عملت ابروش. القصد من اثنين عمود لو جيت انا حددت الكلام ده وجيت على قائمه اسمها لي اوت اخترت كولوم. الناس بتلاحظ لما المدارس كان بياخدوا اللي هو الاناشيد، بياخدوا اللي هو مثلا حد بيكتب شعر مثلا فبيضطر يعمل ايه للشعر؟ بيخلي فيه جزء ناحيه اليسار وجزء ناحيه اليمين، فمن خلاله بعمل الكلام اللي عندي عايز اعمله كعمودين، فبختار هنا 2، فكده انا خليت الكلام اللي عندي 2. زي ما قلنا انا لو واقف هنا وعايز اروح لهناك اروح للعمود الثاني، لو دوست انتر هينزل لي تحت، لكن لو عايز اروح للعمود الثاني بدوس على بريكس بختار حاجه اسمها كونتينيو. كونتينيو تمام. من هنا انا مثلا مش كاتب ده خلاص مسحته اهو، بختار حاجه اسمها معلش بعتذر مش كونتينيو، هي بدوس على حاجه اسمها كولوم. المؤشر يكون جالك بس كل الفكره انا هشرحها لكم تاني المحاضره الجايه، ما فيهاش حاجه. بس كل الفكره اللي انا عايزه هنا في السؤال ان انت تخلي لي ده بدل عمود واحد تخليه لي عمودين من كولوم، تختار 2، ده المقصد منه.
طيب لو عايز تدخل صورة من قائمة اسمها developer، تختار حاجة اسمها بيكتشر، هيظهر لك معاك هنا اللي هو شكل الصورة، بدوس عليه وبحط الصورة اللي أنا عايزها، أشوف الصورة موجودة في الفايل من الديسكتوب ولا أنا حاططها في الون درايف ولا حاططها فين. لو اخترت هنا بدور على الصورة اللي أنا عايزها أهو، دوست انسيرت كده أنا ضربتها داخل جدول، أو اللي هو مثلا انسيرت وبيكتشر بختار عادي مثلا الصورة بتاعتي عشان أحرك الصورة. الناس سألتني سؤال إزاي أحرك الصورة من حاجة اسمها راب بوزيشن، أختار صوت أحرك الصورة زي ما أنا عايز. تمام، أنا كده حطيت الصورة داخل جدول، دي طريقة. والطريقة التانية من ديفولوبر، وبختار من بيكتشر هنا، من ديفولوبر أختار بيكتشر. نفس الحكاية اهو، على انسيرت اخترت شارت بس اوكي، طلع انا مش عايز ديه، هصغر في الشارت زي ما انا عايز اهو. بعدين ادرس اي حاجة عايز ادرجها من انسيرت. انسيرت دي القائمة دي مخصصة للادراج، ادراج اي حاجة، كات تيبل جدول بيكتشر صورة شيت شكل سمارت ار شارت وهكذا. هو المشكلة في قائمة ديفولوبر فعلا في ناس مش هتلاقيها في 2010، هي القائمة ظهرت بس في التحديث، كل ما في تحديث اكتر تظهر معاك. يعني انا هنا مش ظاهر عندي قائمة درو ان انا شغال على 2016، لو الناس راحت على 2019 هتلاقي في قائمة فوق برضو تاني اسمها درو، هي مش هتكون ظاهرة بس هنجيبها من الفايل بعد كده اوبشن، بعد كده هختار اللي هو كاستمايز ريبون، هتلاقيها ظاهرة معاك هنا. هو على حسب التحديث بتاع الاوفيس، على حسب التحديث بتاع، يا ريت الناس اللي عنده نسخ قديمة ينزل يا 16 يا 19 نشتغل عليه. تمام ماشي، حد عنده استفسار تاني؟ طالما انت حطيت اي شكل داخل التيبل وجيت حركت التيبل هتحرك معاك، طالما الحاجه دي موجوده داخل التيبل، اي حاجه موجوده داخل التيبل هتتحرك معاك. لو جيت حركت التيبل اهو الصوره اتحركت معاك، خليني اتحرك معاك، ده كله بيتحرك معاك طالما هو موجود داخل التيبل. في اي سؤال تاني؟ تمام. اخيرا انا برضو بعتذر مره تانية للناس على المشكله اللي حصلت في بدايه المحاضره، ان شاء الله مش هتحصل تاني. لان اي حاجه بدرت مني، وباذن الله ان شاء الله على قد ما اقدر احاول يعني اجاوب على استفسارات الناس كلها. برضو هقول لكم تاني، يعني اللي محتاج اي حاجه في اي وقت يا ريت يتواصل معايا على الواتساب او يبعت على الجروب، وانا هحاول على قد ما اقدر ارد على جميع الاسئله. الحاجات اللي بتتبعت حتى لو رديت عليها، حتى لو رديت عليها باجي اشرحها تاني يعني عشان الناس تستفاد منها. اي حد يبعت لي سؤال على البرايفت او على الجروب تمام، باجي اشرحها تاني هنا في المحاضره عشان الناس كلها تستفاد، عشان الناس كلها تستفاد. اشكرك يا هندسه، اشكرك يا باشمهندس روماني، وبرضه انا بستفاد منكم كتير برضه. يعني انا والله يعني في ناس كتير انا استفدت منها، يعني كذا حد بيبعت لي على البرايفت. بالنسبه لموضوع اللي هو البوردر ده مش فاكر الاسم، بس في حد بعت لي على الخاص انا بعملها بالطريقه الفلانيه، وانا استفدت فعلا منه، يعني استفدت منه في الحته دي، وانا بحاول اشكره برضو تاني قدام الناس. بالنسبه ان في حد كلمني كان هو ساعتها الانترفيو بتاعت الورد، انا من ساعتها بحاول اوصل له مش عارف اوصل له، معيش رقم ليه، فهو لو سمعني يا ريت يبعت لي على برايفت او يبعت على الجروب تمام عشان اعرف اساعده. لو ما عرفتش اوصل له انا كده كده بجهز اسئله على برنامج الوورد، هنزل لكم ان شاء الله الاسئله دي كلها على الجروب.
وهنزلها لكم ان شاء الله برضه هنتناقش فيها المحاضره الجايه. اسئله الانترفيو اللي بتيجي في الوورد. تمام؟ لو هو سامعني يا ريت يتواصل معايا على البرايفت او يبعت لي على الجروب، لان انا لحد الان مش عارف اوصل. تمام؟ اخيرا انا كده النهارده خلصت، واتمنى ان تكون الناس كلها بخير وتكون استفدت النهارده، وبعتذر عن اي صوصره او اي دوشه حصلت النهارده في المحاضره.